على المستوى الشخصي طيب يا كابتن احمد، يعني يمكن كان قبل انضمامك للفريق الاول حاجه وبعديها حاجه، يعني احمد نبيل كوكا استفاد ايه بعد الانضمام للفريق الاول؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك استفدت كتير جدا. يعني انت في الناشئين برضو بتخلي بالك من كل حاجه، لان انت محسوب من منظومه النادي الاهلي، لكن دلوقتي انت خلاص ما انت محسوب من منظومه الاهلي، لكن انت محسوب دلوقتي من منظومه الاهلي ومعروف الاثنين. انت كل الناس دلوقتي بدات تعرفك، بدات وانت ماشي في ناس عارفاك واكيد ناس مش عارفاك، لكن كل تصرف صغير او كبير هيتحسب عليك، لان انت بين منظومه جماهيريه كبيره. اي تصرف غلط، اي تصرف في اي مشكله تتعرض لخطوره وتتعرض لحاجات كتير، فاكيد لازم تركز في كل حاجه. وكان 19 سنه، لكن اكيد مش عايز اي حد يدي مبرر ان انا عندي 19 سنه فعادي نسامحه يغلط. لا، انا مركز كويس قوي وعارف ايه اللي ليا وعارف ايه اللي عليا، فمش عايز اي مشاكل في حياتي يعني، الحمد لله. ايه اللي اختلف بقى من وجهة نظرك في مركز الباك ليفت عامة في الكورة الحديثة عن يعني كورة زمان؟ حاجات كتير، وكل يوم كل يوم كل حاجة بتتطور، مش الكورة بس، فأكيد كل حاجة اتطورت. انت النهاردة الباك ليفت يقدر بيتطلب منه يسجل أهداف، يتطلب منه يعمل أسيستات كتير، يتطلب منه إن ما فيش حاجة تعمل من ناحيته. كل حاجة ليه وظائف تكتيكية كتير جدا، دفاعية وهجومية. ممكن زمان اكيد كانت مختلفه، اكيد انا ما كنتش موجود، لكن دلوقتي انا شايف ان كل مركز بيتطور يعني عن زمان يعني.